السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معي في تفسير رؤية الأفعى الصفراء أو الثعبان الأصفر في المنام. هذه الرؤية هي رؤية في الحقيقة تحذيرية، أن تحذر الرائي من من خطر يحيط به، لأن الأفعى الصفراء ظهورها في المنام يدل يا إما على المرض أو عداوة شديدة. يعني أجمع علماء التفسير على أن الثعبان الأصفر والأفعى الصفراء في المنام قد تدل على جار حسود شرير، وقد تدل على شخص قريب يكن العذاب والمكر الشديد للرأي، لذلك رؤيتها في المنام تعني الحذر. فإذا كانت الأفعى الصفراء منقطة بالأبيض في المنام فهي تدل على أن هناك أناس تعمل الفتنة والخداع للرأي من وراء ظهره، يعني هناك أشخاص تفتن وتخبب لتطيح بالرأي. وإذا كانت صفراء ومنقطة بالأسود هذه الرؤية تدل على أن عدو الرأي هو شخص شديد العداوة، يعني شخص فاسق، شخص يفعل أي شيء من أجل الإطاحة بالرأي. فإذا كانت الأفعى الصفراء كبيرة في المنام فهذه الرؤية تدل على عدو شديد المكر، كلما كانت كبيرة وسميكة تدل على عدو شديد المكر، وإن كانت صغيرة الحجم فهذه الرؤية تدل على أن العدو فقط شخص حسود وضعيف الحيلة. الثعبان الأصفر الذي له قرنين في المنام هذه الرؤية تدل على جار يكيد المكائد، الثعبان الأصفر الذي له قرنين تدل على جار يكيد المكائد، لأن أول وصف لرؤية الأفعى الصفراء هو جار حسود شري، ولكن قد تكون كذلك الرؤية تدل على أشخاص نعرفهم، يعني أقارب أو أصدقاء قريبون منا كذلك، يعني يظهرون الخير للرأي ولكنهم يضمنون الشر. رؤية الأفعى الصفراء في البيت تدل على أن العدو من أهل الرأي وأقاربه، فمن يرى أفعى صفراء في بيته هذه الرؤية تحدد له من هو العدو، العدو من أهل بيته. كذلك من يرى في منامه أنه يتناول أو يأكل لحم ثعبان أصفر في المنام هذه الرؤية تدل له على أنه سيظفر بعدوه وينتصر عليه. ومن رأى أنه يطبخ لحم أفعى صفراء أو ثعبان أصفر في المنام فإن كان به سحر تعافى منه. من يرى في منامه أن هناك أفعى صفراء تهاجمه، مهاجمة الأفعى الصفراء والثعبان الأصفر في المنام تدل على قتال عدو في الحياة، يعني أن هناك فعلا سيطرأ مشكل حيث أن الرأي سيتشاجر مع شخص وهذا الشخص هو عدوه الحقيقي. ومن رأى أنه نجا من مهاجمة الأفعى الصفراء في المنام فهذه الرؤية تدل له على النجاة من الضرر. من رأى في منامه أن هناك أفعى صفراء تلتف على جسده فهذه الرؤية تدل له ربما على أنه سيصاب بمرض والعياذ بالله. ومن رأى أن هناك حية صفراء تهاجمه وتلتف على عنقه هذه الرؤية تدل على عدم أنه لا يؤدي الأمانات، لكن إن التفت على يديه هذه الرؤية تدل على أن هناك شخص يفعل له السحر لتعطيل كسبه ورزقه. من رأى أن هناك أفعى صفراء تهاجمه ويقتلها دلت له على النصر والظفر بالعدو، والله أعلم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد.